العمدة حكيم منصور أليس المعروف بجاك أليس سابقا يقول انه لم يرتد عن المسيحية ليدخل الاسلام، انما عاد الى جذوره، فاسلافه الذين جلبوا من افريقيا واستعبدوا في الولايات المتحدة كانوا مسلمين قبل ان يغير السيد الابيض دينهم. وقد دخل العمدة الاسلام خلال رحلة روحية الى السنغال في ديسمبر الماضي. لقد واظبت على دراسة القرآن لسنوات عدة، وقمت بقراءته ومقارنته بالإنجيل، والقرآن يتحدث كثيرا عن المسيح وعن الديانات الأخرى، لذا دخول الإسلام لا يمثل رفضا للديانات الأخرى، لكني أحسست أن الإسلام هو دين. قرار العمدة يحمل دلالات سياسية حتى وإن حاول حصره في حرية المعتقد. فالإسلام والمسلمون في أمريكا يواجهون التشكيك والنظرة السلبية بحسب استطلاعات الرأي. العمدة حكيم منصور تلقى رسائل مسيئة لا سيما من أبناء مدينته، وهو يصف من ينتقده بالنفاق لأن أمريكا هي بلد الحريات الدينية كما يقول، لكن اعتناقه الإسلام شكل بدوره مفاجأة للأقلية المسلمة في جورجيا إحدى الولايات الجنوبية الواقعة ضمن ما يعرف بحزام الإنجيل، معقل الأصولية المسيحية في أمريكا. كنت في المركز الإسلامي لإلقاء خطبة الجمعة، فقدمني أحد الإخوة للعمدة، فتعجبت من وجوده في المركز وظننت أنه جاء ليلقي التحية، لكن العمدة بادرني بالقول أتيت لأداء صلاة الجمعة. العمدة حكيم منصور ليس المسلم الوحيد الذي يشغل منصبا رسميا، فقد شهدت الولايات المتحدة قبل أشهر انتخاب أول نائب مسلم في الكونغرس. النائب كيث أليسون انتخب عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وأقسم في احتفال غير رسمي على نسخة من القرآن الكريم تعود لأحد الرؤساء المؤسسين توماس جيفرسون. الحقيقة أن مع دخول أول عضو الكونغرس مسلم وكذلك إشهار شخصية مهمة لإسلامها في الولايات المتحدة، هذا يعتبر بمثابة تشجيع لعدد أكبر من المسلمين للخوض في المعترك السياسي وتعبير وإظهار هويتهم الإسلامية رغم الظروف الصعبة الشكلية التي تحيط بالمسلمين الأمريكان. يظل الامتحان الأصعب أمام العمدة حكيم منصور هو اتخاذ قرار بخوض انتخابات الكونغرس المقبلة عن ولاية جورجيا، قرار لم يتخذه بعد لأنه يدرك أن الحسابات السياسية لاعتناق الإسلام خلال توليه منصبا عاما تختلف عن حسابات الترشح لهذا المنصب وهو مسلم. فادي منصور، الجزيرة، واشنطن.